كان هذا عندي ما نقول لك. ما زلت معنا بديعة. بديعة انت توست قريت في تونس اي سايي معناتها فما مجال الفن نتاعك، فما حفلات في تونس والبرا معناتها تحلت البيبان. اي هي من قبل انا كنت ندور البرا، تو مثلا بديت رجعت نحس حكايه الفيزا اللي حكايه فيزا ما عادش عندك كل القامه اللي نعمل الفيزا باش تاي البول توفقت بيه. شنو دلعني؟ شكرا. لقيته في مصر عجبني. ما تقصدش بيه حتى شيء. ليه عجبني البلاد دلعني. شكرا. علاش لا؟ فوالا بديعة شكرا ليك، نورتنا ليلة في لاباس. شكرا ليك وان شاء الله بديعة. مازلنا معكم في لاباس باش نحكيو في السياسه اليوم، باش نحكيو ونستقبلوا ضيفنا الموالي اللي هو السيد سمير ديلو الناطق الرسمي باسم حركه النهضه. نستقبلوه في لاباس. سمير مرحبا بك. سي سمير مرحبا بك. شنو احوالك؟ تفضل. الله يخليك. مرحبا بكم، نورنا. قبل كل شيء الجمهور يحب يسالك. الحمد لله. الحمد لله. بما انه الجمعه جايه سي سمير اعلن الحكومه والمناصب تقريبا، هل هي اخر مره جينا من غير ما نبعثوا لك فاكس هكا ونكلموا السكرتيره ولا تشي دو بريس معناتها الطريقه الاداريه معناتها تنجم تكون انت وزير الجمعه الجايه ان شاء الله؟ ربما مش نعرف شنو نحكي معك. لا لا ربما وتكلمني كل مره هذه ونجيك كل مره هذه. لا هما مش حاجة خايبين، هما روتين معناتها إداري يكون. لا لا ما فماش حتى نقاشات كبيرة في المجلس التأسيسي جديدة أنه نتفرجوا فيه في المباشر على القناة الوطنية وقنوات الوطنية. برشا كلي واهقين شوية، برشا متفرجين مش فاهمين. هل ظاهرة صحية كالنقاشات والعياط والسياح ويقص على هذا واحد، ولا تحس فما إكسي متاع حكاية هكا حسب رأيك؟ لو نتكلم بصراحة ممكن نغشش بعض زملائي. في حاجة باهية أن المواطنين يشوفوا كل شيء، يشوفوا اللي يتكلم شنو يقول، واللي ساكت علاش ما تكلمش، وشكون راقد وشكون يقرأ في جريدة شكون يلعب بالآيباد. لا هذه حاجة أخرى، هذيك وقتها المجلس واقف ما ثماش مناقشات. ولكن الحاجة السلبية ربما نقول ديما ربما ثم شكون إذا تبدأ الكاميرا مش حاضرة ما يتكلمش. انت معناتها شافوا هذه حاجه من الطرائف، وحاجه باهيه انه ولينا ما عادش طرائف الفنانين والكورجيه، حتى لي زون بوليتيك نحكيو على طرائفهم. برشا ناس شافوا الايباد نتاع السيد سمير ديلو يسالوا علاش حسب رايكم سمير ديلو يلعب بالايباد. واحد، لانه ما يجيهوش النوم وهو على الكرسي. اي ولا لا؟ خاطر الباهي في النواب نتاع قبل ينجم يصوت نعم وهو راقد، معناتها يبدا راقد ومصوت هكا. اثنين، لانه ضعيف في اكتشاف الاخطاء السبعه والكلمات المتقاطعه دونك يضطر يلعب بالايباد. لا. ثلاثه، لانه الدستور حاضر هكا ولا هكا معناتها زايد يركز معناتها. لا لا، الاحتمال هو الرابع لانه توقفت الاشغال حب يقصر الوقت. ولا لانه النقاش يدور في حلقه مفرغه احيانا. احيانا ربما يدور في حلقه مفرغه، ولكن الاغلب حتى ما نوصلوش نتيجه بسرعه نوصل ان شاء الله. ولا لانه ما لقاش جريده المغرب باش يقراها. جريده المغرب نقراها كل يوم وكل يوم نلقى فيها حاجه. في الصفحه الاولى ديجا انت من الصفحه الاولى باين عليك. وليت حريف دائم عن جريده المغرب. تحس انه جرايد مقسومين توا اللي معانا واللي ضدنا، معناتها تحس ماخذين مواقف ما فماش برشا معناتها حياة. لا انا ما شفتش معنا يعني شنو تقصد؟ معناتها ماخذه كل جريده ماخذه توجه ولا حزب. لا نعتقد بعض الجرايد. ما زلنا حاليا حريه فيها برشا فوضى. فيها برشا تجاوزات. طبيعيه ولا مش طبيعيه؟ لا راها طبيعيه، الناس الكل قاعدين يتعلموا بما فيها الناس اللي يعملوا في السياسه واعضاء المجلس التاسيسي، احنا بيدنا قاعدين نتعلموا يعني في اداره الحوار في احترام بعضنا. يلزمنا شويه وقت كما الاعلاميين يلزمهم شويه وقت باش. واضح. علاش شفناك تلعب بالايباد شفناك بلعبه الحوته تلعب؟ هي مش حوته، هي قرش. القرش اي فوالا. فماش سبب. هل صدفة معناتها باش نسألك حسب الألعاب نتاع البلاي ستيشن ونتاع ليزايفون وليزايباد، هل أنت كيما سنيك يمشي وياكل ما يفلت شيء؟ لا مش هل أنت كيما لعبة ستريت فايتر تنجم تغلب 10 من الناس؟ شفناك في حوارات تلفزيون تنجم تخرج من 5 تبارك الله. لا ما نجمش نكون متعالي لدرجة باش نقول لك لا. هل أنت كيما لعبة البازل كل مرة شكل؟ ربما. هل أنت كيما لعبة البيار تعرف الهدف نتاعك وين؟ أكيد. هل أنت كيما البولينج ديما مع جماعتك واقفين مع بعضنا ونتيحوا مع بعضنا؟ لا لا
ساعات نقف واحد وساعات بقريت خبر في موقع انترنت نهار الاربعاء، حاول سمير ديلو القيادي في حركة النهضة التحاور مع معتصمي برد واحد والاستماع لمطالبهم، الا ان المحتجين رفضوا التناقش. وجهوه بدجاج. بدجاج. ماهوش صحيح. بما ان ولينا نتوقع اجاباتك سي سمير باش تقول لي انا هو منهم. ما قالوا ليش دجاج في اعتصام باردو، ليس هناك اعتصام في باردو، ليس هناك مدينة اسمها باردو. ليس هناك مدينة اسمها باردو. لا. لا لا ما قالوا لكش؟ لا اولا ما مشيتش وحدي. انا ما مشيتش وحدي، كان معايا الاستاذ محمد عبو والاستاذ اياد الدهمان. وقت خرجتوا من المداولة؟ لا وقت اللي خرجنا وكان معنا المولدي الرياحي من التكتل، مشينا دخلنا للخيمة نتاع معتصمين جرحى الثورة، حكينا معها ولكن ما سمعناش كلمة، بالعكس هما ودعونا بالأحضان. علاش هبط خبرك كمان عندها؟ لا شوف أنا قلت أنه اللي يشتغل بالشأن العام وبالسياسة كيما يقبل أنه يصفقوا له، كيما يقبل أنه يضربوه بالطماطم ولا يخرجوا عليه أخبار مش صحيحة ولا أنه يعملوه كاريكاتور. يزمنا نتعودوا لهذا، ثم اللي يكتبوا لي حاجه غلط يقدم قضيه. انا قلت اني لن اقدم قضيه باي صحفي. انت وقت اللي مشيت قبلت وسام عثماني اللي عمل اعتصام في منوبه وحكيت النقاب، صحيح. شنو حكيت معاه؟ معناتها شنو كان موقفك؟ ربما يتغش اذا كان يسمعني، ولكن انا قلت له كلام صارم. قلت له اني قبل بنهار سمعته يتحدث مع الشيخ عبد الفتاح مورو وما عجبنيش كلامه، لأنه قلت له أنه كما قريت القرآن وفهمت أنه فيه نقاب لازم تفهم أنه فيه أيضا تواضع وفيه احترام لأكبر منك في العمر وأكبر منك في العلم وفي التجربة، وأنه إذا كان النقاب باش يكون حجرة أمام التعلم ما نتصورش أنه في الدين الإسلامي النقاب أهم من طلب العلم ولا أهم من أنك تحافظ على مؤسسة تربوية. هو في اعتصام برضو احنا لاحظنا بعض التوجهات حتى في كلامك، لاحظنا انه احيانا يمر الاستاذ سمير ديلو الى وضع الهجوم، معناتها احيانا ينقد وبحده بعض المنافسين. مثلا قلت انه برشا من الاحزاب الخاسره التي تقف وراء اعتصام باردو. هذا نقول بكل صراحه ما عنديش فيه، رغم انه الكلام يتحور ايضا لانه انا في يعني انت مع احزاب 0.0 هما اللي معناتها لا ما نحبش نقول 0.0 لانه فيه نوع من ربما التعالي والغرور. نقول انه نتفاهم انه يعتصم في باردو اللي عنده مطالب، الحوض المنجمي، الثوره، الجرحى الثوره، الناس اللي ما عندهمش خدمه، البطاله، اصحاب الشهاده العليا، ولكن انه الانسان يشارك في الانتخابات ما ينجحش في الانتخابات يجي يعتصم قدام مجلس التاسيسي هو حر ولكن ما نتقبلهاش. اما لكن نسبه اللي جايين يعتصموا معناتها مدفوعين من الاحزاب ما نعرفوش، معناتها فما برشا يا اخي هو معناتها الثوره قاموا مظاهرات على البطاله، هل نقصت البطاله كثرت؟ معناتها طبيعي انه يجيو برشا بطاله، انهم يجيو برشا ناقمين، انهم يجيو برشا خايفين. معناتها لهنا سامحني سي سمير برشا قالوا قعدنا الامام ريفليكس للاسف، اي مظاهره نقول وذوكم احزاب، معناتها كيما قبل كانوا يقولوا مندسين، معناتها لا نقولوا مندسين لا نحاول نخونوهم. أيوة. عندهم الحق باش يعتصموا، ولكن الحريه في اتجاهين، عندنا الحق ايضا باش نعلقوا على اعتصامهم، نقولوا انهم عندهم الحق يعتصموا، ولكن لفظه احتجاج على مجلس تاسيسي في جلسته الاولى قبل بربع ساعه من اللي انعقد، احتجاج على ماذا؟ هو نوع من الضغط على المجلس التاسيسي مش الاحتجاج. الضغط باش ما ينساوش المطالب المهمه معناتها. الضغط مشروع، انك تجي المجلس التاسيسي تذكره بمهامه، قل له ازرب في اشغالك، حاول انتبه للمشاكل الحقيقيه، ولكن ان حكومه مازالت ما تشكلتش ونقول هذه حكومه قاعده تقتسم في كعكه ومش لاهي بمشاكل المواطنين. مازالت حاليا مازالت حكومه الباشا قايد السبسي هي الحكومه الفعليه. الضغط ادى الى نتائج ولا لا؟ معناتها صارت تراجعات في مشاريع القوانين. كل ضغط يؤدي الى نتائج اما سلبيه واما ايجابيه، نجم تكون ايجابيه. احنا مثلا الضغط اللي سلط في النقاشات المجلس التاسيسي دفع الاغلبيه ان تراجع مواقفها وتقوم تنازلات، وهذاك علاش وجود الاقليه في كل المجالس في الحياه السياسيه بصوره عامه ضروري. هو باش نقولوا الضغط ادى الى نتائج ولا الى تنازلات من حركه النهضه؟ هل توافق على الكلمه؟ الزوز تنازلات اذا كان في الاتجاه الايجابي في اتجاه تغريب مصلحه وطنيه امر محمود. اما انت قلت احنا مجرد نعلقوا على الاعتصام، ربما لانكم مش في الحكومه، لو كان جيتوا مثلا الحكومه متشكله حاليا شنو يكون رده فعلكم؟ هل تكون مختلفه؟ اي شيء الا ان نفرقوهم بالقوه وبالكريموجين وبالعصا. لانه اللي جرب الكريموجين والعصا مش ممكن يستعملها مع تونسي كيف مش ممكن يستعملها، واضح. رئيس الدوله معناتها والمشاكل اللي صايره على رئيس الدوله، فمش كون حاب يسال يا اخي لازمنا رئيس؟ انا كنا قاعدين روحنا تو اشهر ومن غير رئيس. سمير
في لبنان بقوا أشهر بدون رئيس، بلجيكا عندهم مدة أطول بدون حكومة، ولكن التقاليد متاعنا تقول أن البلاد تحس روها بدون رئيس كأن عائلة بدون أب، كأن البلاد يتيمة. ربما بالتدريج نتخلصوا من الصورة هذه، ولكن وقت تولي عندنا مؤسسات قوية وعندنا وضع مستقر ممكن تخلوا. معناتها السي المرزوق مشى لي بونا الحنين، هو معناتها اني موافق للفيرسيون هذه بونا الحنين، بونا جديد تقلق برشا ناس، تقلق برشا ناس به برشا دونك يحبوا يسلوا. احنا فما شكون يقولوا احنا قعدنا عام من غير رئيس، معناتها لاباس علينا. فما شكون يقول الفيرسيون هذه، وفما يقول ما حشتناش برئيس نستقبله مع بعضنا. بطبيعه نحب نستدعاك السكتش هذا يحكي على الرئيس. صبر لوسليتي، مرحبا بك، شنحوالك؟ اسلم يديلو، شنحوالك؟ اسلام بس عليك، الحمد لله. على بكر اليوم التسيس يا البارح سهرتونا، البارح والله سهرتونا. لا مازال ما فيهاش باش نرجع من هنا. اخو بوست ديج هكا، وان شاء الله ان شاء الله شيء طيب اخوي، شيء طيب. البارح حتى والله انا حتى المرأة تعركت بها وانا راضي، قالت لي يرقد يا ودي انت حال عينيك في التلفزه، انه عندك روايق تاع صحفه بسيسي وقدام مجلس التاسيس كي نصر معاهم كيف كيف، ونرقد. قلت له شنو نرقد صار على رزقي؟ يرقد من اخوي غدوه يصبح النات ولا هنا يا اخوي؟ ما لا لا يا اخوي حاسيلو شيخه شيخه كي مجلس التاسيس، حتى حلقه فلت، حتى حلقه من اللي بدا، من اللي بدا حتى حلقه ان شاء الله الاخر يا رب، ان شاء الله الاخر ان شاء الله يا اخوي. بالحق اخر حلقه اليمين مش يعرس باليسار ويقتل العجوز ما ثماش لا لا شكون بشق العزوز الشريره. اما قررتوش سمديل، مش مشكله مش مشكله. اما بصراحه لا 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 الفازه الاخرى، بصراحه الفازه الاخرى، الفازه الاخرى صراحه ما يشبهها بصراحه، نبزه نبزه بصراحه، نحسبوها نبزه متى في حقنا، وما تصورناهاش ما تصورناهاش. طبعا انتم هزيتونا كل مورال وشيختونا وقلتونا شعب واعي وشباب مثالي وكل شيء، وشعب قد روحه بروحه، وهكا هكا حسينا هكا ما شاء الله علينا هكا كل شيء. ومن بعد جيت هكا جبتوا بينا بصراحه لا سانسيرمون نبزه نبزه سي سامي ديرو نبزه مادام عليه هكا خويا، عليه هكا بصراحه. شلون خويا علاش تحبوا تحطوا لنا رئيس؟ يخليونا هكا ما غير رئيس خويا، امورنا واضحه. حطوا رئيسه لا ما جراي خير على خير هكا رئيسه نقول يا عم مش حكايه. لا خلينا خلينا خلونا يا خويا تفهموا تفهموا، اقعدوا خويا مع بعضكم قولوا خويا خلونا خويا ما غير رئيس. انا خويا قاعدين رواحنا واحد، انا قعدنا خويا عام عام كامل قعدنا ما غير رئيس. قامتش القيم؟ لا ما قامتش القيم. لا استعمرونا، لا نحاولنا ثرواتنا الطبيعية، لا نحاولنا المارشي نوار. الحمد لله يا ربي يرضاك. لا 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 نبزة 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 نبزة. تانا قاعدين رواحنا برواحنا خويا تو، واخي شنو هي ما بشد ماهيش علم راه خيما، واللي عنده يعطي للي ما عندهاش، واللي ما عندهاش يهز بلاش، والعشرة تدور بالبركة. مش باش تقف راه الحمد لله الحمد لله. لا لا بصراحة مش معناتها ماهيش باه. قداش عندنا من عام تو عندنا رئيس؟ ربحنا شي حاجة؟ التالي ليس القدام وهكا ولا فضل ما عند ربي اخرتها للعالم الثالث ترمينوس، سينو كثما ديفيزيون قل رانا كورو فيه. تمام ربحناش ما ربحناش، التجربة اثبتت ذلك. ولا باه احنا ما باش نموتوا من غير رئيس؟ باش تقطع علينا نفس من غير رئيس؟ لا يبالك ما يحضرنا في الرضعه ولا يبدلنا في الكوشه والرئيس. لا بصراحه عاودوا انظروا عاودوا انظروا بصراحه عاودوا انظروا عاودوا انظروا خويا عاودوا عاودوا عاودوا، وانا بحذاكم خويا انا بحذاكم عاودوا انظروا. باكش هو الراجل بجي يجمع لنا الزيتون ولا يحضر لنا الدقل؟ تنجموا قد رواحنا تو حتى عمليا من ناحيه عمليه بار ا بلس بي، ثماشي مواطن مات على خاطر ما عندوش رئيس؟ ما ثماش هكا ولا مواطن جا شد الحكاك على خاطر ما قالوش رئيس يحطوه له في الرئاسه نتاعه، ولا كتفه مخلوع على خاطر رئيس وهرب؟ ما ثماش. اي دونك يعني سي اوبسيونيل يعني سانا جامي ايتي اوبليغاتوار، يبغوا يحطوا لنا حاجه غلطه في مخاخنا ما تقبلش الحكايه. حتى قلت خويا انتخابات ومجلس تاسيسي وكل شيء ما يسالش، عادي خويا قلنا ما يسالش، ما حتى مشكلة خويا ما يسالش، هكايا شهوة سياسية نزوة عابرة تتعدى مش مشكلة نعديوها، عادي عادي مش مشكلة، صبرنا على ما أتحس. قلت أحزاب جدد هكايا وقائمات مستقلة لتحيين الساحة السياسية في البلاد ما يسالش، قل على غمضة تلقى 10 أحزاب جدد سمير ديلو، الأحزاب ولات أكثر من بكتيريا في البلاد، كومام يفوتوا زين. إيه قلنا ما يسالش عادي خويا عادي.
دخلوا في بعضهم عرك وضرب ومضروب، اعطيني بتاعي ولا اعطيني هذيك بتاعي ولا اسمها الاقتصاد وكذا. قلنا عادي يصير في احلى البلدان عادي يا سيدي، مراهقه سياسيه وماك تعرف ولا احزاب معناتها صغار من زول صار صغار مع بعضهم كي وجو صغار كلعب كذا هكا. لا ما تعملوا لنا امبيونس هكا شيخونا انت، انا بدي هكا راني هكا في واحد مع المجلس التاسيسي. هي يا خويا ما الراجل كي قاعد بحذاهم الراجل طاح لدازو جبدوا له شر المقاعد نتاعو. غفل لحظه قال لك بشير هنا بقضيه الرجاء ما لقاش مقاعده. لا يقلب عليهم الدنيا قلب، لا قلب قلب وجاب والله جاب الواحد الهلال الاحمر وجاب الفيفا ودخل بعضها الحكايه. لا قال والله ما روح كاب مقاعد، شو روح للدار قول للمراه خليت مقاعدي. لا يا خويا ما روح كاب مقاعدي خويا في داي. ولا ما بعد جابوا له سنبديلو قالوا له تفضل خويا مقاعدك راه صراحة نستحق نام في دفينة ناقصين كراسي. ها يا خويا تفضل نتاعك سامحنا خويا. يا انا خويا استحملنا تو انا استحملناكم خويا استحملنا خويا الاشكاليات هذوما وعدينا. استعملونا خويا ولو مرة كي ولبيوا لنا الطلب. خليونا يا خويا من غير رئيس. خليونا كي من غير رئيس. تو تو بالك شي هو الرئيس بيت يعس معانا ولا جايب لنا التاي وقت اللي بيت نعس ومن بعد يقول لك مثلا مش قناصة. مش قناصة سي مرجولة. فهمت؟ تجارنا برك مربي ثلاثة قناصة بعدين في الدار. شدوا من عيمات الثورة. والله لا كلمناه احنا كلمناه ليش الحياة قلنا الودي هزهم السلطات باش تربح تلفزة ولا تربح فرجيدير وكذا. والله لا قال لي الغادي قال هذوك يلعبوا بهم الصغار. عشان يتحدى كيما راح من لا لا قال والله لحن حبيه لحن حبيه قال ايش قال يجيب المدام معاك ويجيب صغيرات ايش انا ايش بحذايا يعني ست قناص الماني ايش قال لي خلي الصغار يعملوا عليه دوره في الوحده في الجنينه. لا انا غير شي المراه فمها ما يهنيهاش وراها زيت صغار يتفردوا الغاديك على القناص الالماني كذا. ولذا يا اخويا اخويا خلوني يا اخويا تهب الاطروحه تهب الاطروحه تهب الاطروحه خلوني يا اخويا من غير رئيس وقنونا يا اخويا يا اخويا سيبونا يا اخويا قنونا سيبونا انا بعد عليكم لا درنا على حالكم ولا جينا على ساحتكم يا اخويا. لا طالبين دعم ولا طالبين فلوس ولا طالبين تنميه ولا طالبين تسكر فينال الكوب. وكانكم مع الفقر والميزيريا والمشاكل الكل والله كي يشدها بابا سنفور لا يلقى له محل هذوما غير ما تحاولوا. ولا خليوني اخويا خليوني اخويا ما غير رئيس بس نمشيو معاكم نمشيو مسالش معنا احنا شعب بال واس مسالش نمشيو معاكم. اه جبتوا لنا سيدي رئيس وطلع مبلي زاد هو كي وخيان باش الله اعلم هذا مبلي انت والبلي اش عملنا وقتها وجا مليح اش تخرجوا بتاعك من ست نجم تخرجوا انت جبتوا ولا الرئيس هذا جديد سيرتو الرئيس الجديد هذا بعد اللي صار اللي قبله الا ما يجيب معاه كرسي سيمان واللي قحرش ولا الامري يركب لنا كلبلي انت هك حتى بالماسه ما عادش تقل حتى الرئيس من بعده خويا ما نجموش نقلوا هذاك يطلع فوق الرئيس من بعده يقعد هو حكومه الظل والرئيس الاخر حكومه كذا ونعملوا ايه ليه انت انا معارضه بتاعي قالوا معارضه باش نحيي الرئيس هذايا انت بتبعتها على العارضه انت جات عليك حكيت المعارضه زين بلا وبجاه ربي بجاه ربي خطوني ما حكيت المؤقت لتو نأقت راسي على حيط مؤقت 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 يا يعني جبنا رئيس مؤقت وين؟ خبينه في الكلاس يلعبوا به الصغار وين الرئيس الجديد؟ كلام هذا الرئيس الوحيد قال لك ما يتراش بالعين المجرده مفتي مخرجين بجبه مسكين الراجل وحالشته يلوج ثلاثة ايام يلوج عليه بالرؤيه ما كبتهوش اختاونا اخويا اختاونا اخويا اخويا اختاونا ولذا يا سيدي من المنبر هذا من المنبر هذا نعبر على رايي يا سياسيين يا مناضلين يا فدائيين خليونا يا اخويا من غير رئيس ونتحملوا مسؤوليتنا يا اخويا مسؤوليتنا نتحملوها صابر الوسليتي من تاع الفيديو صابر يعطيك الصحه